اهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس الى حلقه جديده من كشك الصحافه، والبدايه بالعناوين. الحوثيون يمنعون عشرات الناقلات المحمله بالوقود من الوصول الى صنعاء. الامم المتحده تختار جنرالا دنماركيا رئيسا جديدا لبعثه المراقبين الامميين في اليمن. بنك انجلترا يمنع رئيس فنزويلا من سحب ذهب بمليار و200 مليون دولار. أهلا بكم من جديد، والبداية من الموقع الإخباري لقناة بلقيس، حيث نطالع أبرز الموضوعات التي تصدرت صفحته الرئيسية وقد تنوعت بين ما هو سياسي وحقوقي وإنساني. وفي أبرز العناوين: الانتقال في وجه الشرعية مجددا، لماذا يصمت الرئيس هادي؟ وأفادت تفاصيل التقرير هذه المرة عبر تصريحات هدد فيها المجلس الانتقالي الحكومة الشرعية بالتصعيد. هذه التهديدات جاءت على خلفية تنفيذ وزارة شؤون مخرجات الحوار الوطني لأنشطة توعوية تروج لمخرجات الحوار. يؤكد التقرير أيضا أنه منذ أحداث يناير العام الماضي يمكن القول أن الكلمة الأولى في عدن أصبحت للانتقال، ومن خلفها أبو ظبي حيث يمتلك الانتقال سلاحا ثقيلا قد يتفوق على سلاح الدولة ويعمل على تحجيم دور الحكومة الشرعية. ووفقا للموقع، تبدو الحكومة الشرعية غير معارضة لتوجه نزع مخالبها في عدن. عبر عن ذلك رئيس الحكومة معين عبد الملك في أول تصريحاته عندما قال إنه سيركز على الجانب الاقتصادي والتنموي. كيف تعيش مدينة محاصرة منذ سنوات؟ هذا ما يحاول معرض فني الإجابة عليه. وقال موقع المشاهد نت إن فريق نساء من أجل تعز أقام في ساحة الحقوق والحريات معرض صور فوتوغرافية لعرض معاناة أبناء المدينة جراء الحصار من قبل الحوثيين. وتضمن المعرض عرضا لعشرات الصور للطرق البديلة التي كان يسلكها المرضى والنازحون والمواطنون في المدينة. وقال حمدي رسام منسق المشروع للمشاهد إن المعرض يهدف لتوضيح معاناة المواطنين من استمرار إغلاق الطرق الرئيسية في تعز وحصار المدينة منذ 4 سنوات. يقول الموقع: توفي العديد من المرضى في الطرق البديلة شديدة الوعورة نتيجة إغلاق الطرق الرئيسية، وأصبحت الطريق التي كانت تتطلب ربع ساعة للوصول إلى الحوبان تستغرق أكثر من 5 ساعات. القتال على الطعام في اليمن، تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن الراشد مقاله في صحيفة الشرق الأوسط. قصف الحوثيون مخازن الغلال التي تطعم نحو 3 ملايين إنسان يمني، كارثة كبيرة بعد أن خزنت الحبوب من مساعدات عربية ودولية جمعت بجهد كبير، ولم يصدر بيان استنكار واحد ولا تشهير بهذا العمل الذي لا يقل إجراما عن قتلهم 8 أشخاص على أبواب مخيم للاجئين قبله ببضعة أيام. الحرب والمجاعة والأوبئة ثلاثية المأساة اليمنية التي يمكن حسمها سياسيا بيسر لو قبلت الزعامات اليمنية العودة للصيغة التي سبقت الانقلاب وكان الحكم فيها بالانتخاب، أو لو أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته في معاقبة الخارجين على السلطة المركزية الشرعية، وهي السلطة التي منحتها الأمم المتحدة موافقتها وصاغت لها المشروع السياسي للدولة الذي انقلب عليه الحوثيون. كان اليمن مزرعة كبيرة تسد حاجة ساكنيه من القمح والذرة والفواكه والحمضيات، إلا أن 20 سنة الماضية تدهورت مع سوء الإدارة الحكومية والهجرة للمدن والجفاف الذي ضرب البلاد لسنين طويلة. ومعظم الأزمات السكانية سواء نقص الغذاء أو الدواء توجد في مناطق تحت سيطرة الحوثيين، مع أنهم كانوا مسيطرين على المنافذ البحرية خلال سنوات الحرب، لكنهم كأي ميليشيات قتالية استمرت تستخدم الأغذية والأدوية في نشاطاتها العسكرية ضد السكان. بكل أسف المبعوث الدولي والمؤسسات الدولية تسكت عن همجية الممارسات الحوثية بحجة أنها ميليشيات وأن الهدف هو إقناعها بالانخراط في العملية السياسية. الحقيقة أن هذا التفكير والتعامل مع الحوثيين هو الذي أمد في عمر القتال والفوضى والمجاعات وليس العكس. يكرر الحوثيون الحديث عن حصار خارجي، وعندما يأتي الدور للحديث عن ما يقومون به فإنهم يخفون كل ذلك. وفي الواقع الصورة أوضح، حيث يرى الناس عشرات الناقلات التي تنقل البضائع والمشتقات النفطية وهي ممنوعة من الوصول إلى المدن. بفعل من يتحدثون عن حصار خارجي؟ نطالع من موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يحتجزون عشرات الناقلات المحملة بالوقود في عفار بالبيضاء. وقال الموقع: يحتجز المسلحون الحوثيون عشرات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية في منطقة عفار
بمديرية الملاجم كانت قادمة من محافظات مأرب وحضرموت. وقال مصدر محلي أن الحوثيين يحتجزون الناقلات في المركز الجمركي الذي استحدثوه في عفار للشهر الثاني على التوالي، ويمنعون مرورها إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. أشار المصدر إلى أن الحوثيين يريدون افتعال أزمة في المشتقات النفطية وبيعها بأسعار مضاعفة. وكان الحوثيون قد استحدثوا المركز الجمركي في منطقة عفار على الطريق الرابط بين البيضاء ومأرب، ويفرضون مبالغ مالية باهظة على ناقلات المشتقات النفطية والمواد الغذائية تصل إلى 2 مليون ريال للناقلة تحت مسمى رسوم جمركية. عن آخر ضحايا من النساء في تعز والتي سقطت على أيدي ميليشيا الحوثي تحدث عنها موقع الصحوانت وعنوان: الضحية رقم 7 من نساء المنطقة، مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في مقبنة غرب تعز. وذكر مصدر محلي بمديرية مقبنة أن قناص ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركز في جبل بركة استهدف وجيه أحمد محمد أثناء تواجدها أمام منزلها في عزلة الكحيفة، حيث فارقت الحياة على الفور. يذكر أن ما يقارب 7 نساء قتلن في المنطقة إثر استهدافهن برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية. في ذكرها 40 الثورة الإيرانية ضد من؟ تحت هذا العنوان كتب مثنى عبد الله مقاله في القدس العربي. إيران ليست الأقوى عسكريا في المنطقة حتى اليوم كما يظن البعض، فتركيا هي ثاني دولة في حلف الناتو من حيث القوة العسكرية، وجيشها يأتي في المرتبة الثانية بعد الجيش الأمريكي، كما أن المملكة العربية السعودية تمتلك أحدث ترسانة سلاح في المنطقة، لكن إيران هي القوة الأكثر فعالية استراتيجيا، لأن استراتيجيتها قائمة على أساس اللعب بأوراق المنطقة وإلهاء القوى الكبرى بمواضيع داخل المنطقة كلا بمحيطه. بمعنى آخر، هي تستثمر في القضية الفلسطينية ورفع لافتة المقاومة ضد إسرائيل والأمريكان، وفي مناصبة العداء لبعض الأنظمة العربية خدمة للمشروع الإيراني الذي هو الصعود للعب دور إقليمي كبير. وهذا الصعود يجب أن يكون أولا في المناطق الرخوة مثل العراق وسوريا كما يعتقد صانع القرار فيها، ولأنها تعلم جيدا أن الموافقة على لعب دور إقليمي لا تتم إلا بموافقة الولايات المتحدة، فإنها تسعى لامتلاك كل الأوراق اللازمة في المنطقة كي تغري الأمريكان بالجلوس معها والإذان لها بلعب دور الشرطي في المنطقة. قد يقول البعض بأن انتصار الثورة الإيرانية كان سقوطا مدويا للولايات المتحدة في المنطقة عندما هرب شرطيها الشاه محمد رضا بهلوي، وقد يكون هو كذلك، لكن النتائج المتحققة لنا نحن العرب بعد 40 عاما تقول: تم استبدال نظام بنظام آخر مع بقاء المسلمات الجيوسياسية هي نفسها. فعلى مدى 4 عقود رأينا إيران بوجوه عديدة ومتناقضة بعضها مع الآخر. لقد كانت لدينا قضية مركزية واحدة هي القضية الفلسطينية، وبعد 40 عاما من السياسات الخبيثة للثورة الإيرانية باتت لدينا قضايا مركزية أخرى في العراق وسوريا واليمن ولبنان تجد فيها بصمات النظام الحالي بصورة واضحة. تحدثت صحيفة العرب الجديد عن الجنرال الجديد الذي سيرأس المراقبين في الحديدة، وعنونت: الأمم المتحدة تختار جنرالا دنماركيا رئيسا جديدا لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن. وقالت الصحيفة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش اختار الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لولاسغارد ليحل محل رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الهولندي باتريك كاميرت الذي عين قبل شهر واحد فقط. وذكرت مصادر دبلوماسية أن علاقة كاميرت توترت مع كل من جماعة الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن جريفيث. وطرح اسم لولاسغارد على أعضاء مجلس الأمن 15 للموافقة عليها ورفض تسميته في المنصب الجديد على ما أوضح أحد المصادر. وأفادت مصادر حكومية يمنية بأن الخلافات نشبت بين كاميرت وجريفيث بعد اعتراض كاميرت على عملية إعادة الانتشار التي قامت بها جماعة الحوثيين في ميناء الحديدة من خلال سحب عناصرها بلباس مدني وتسليم الميناء لحوثيين آخرين بلباس قوات خفر السواحل. وكان موكب باتريك كاميرت قد تعرض الخميس الماضي إلى إطلاق نار أثناء عودته إلى مدينة الحديدة عقب اجتماع مع ممثلي الوفد الحكومي. قال مبعوث الأمم المتحدة في اليمن إن تنفيذ اتفاق الهدنة في مدينة الحديدة واتفاق آخر حول تبادل كبير للسجناء تم تمديدهما بسبب الصعوبات في الميدان. وتعنون صحيفة ليفاغارو الفرنسية اليمن تمديد تطبيق اتفاقية الحديدة. وقالت الصحيفة إن زخم المحادثات في السويد ما زال قائما رغم تمديد الجدول الزمني للتنفيذ سواء في الحديدة أو فيما يتعلق باتفاق تبادل السجناء.
قال ذلك مارتن جريفيث في مقابلة نشرتها صحيفة سعودية، وأوضح أن هذه التغييرات في الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه الاتفاقات كانت طموحة بدرجة كبيرة، وأن الوضع معقد على الأرض. وقال جريفيث متحدثا عن الجنرال الهولندي المتقاعد: خطة الجنرال كاميرت كانت البقاء في اليمن لفترة قصيرة لتفعيل عمل لجنة إعادة الانتشار ووضع الأسس لتشكيل بعثة الحديدة، مضيفا: جميع الانتهاكات حول الأسباب الأخرى للرحيل غير دقيقة. وشدد جريفيث على إجراء محادثات سلام جديدة بشأن التقدم في تنفيذ اتفاق السويد بعد أن أثار مؤخرا إمكانية عقدها في فبراير، وقال: نتفق جميعا على أننا بحاجة إلى تحقيق تقدم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد قبل عقد الجولة المقبلة من المشاورات. رفض بنك إنجلترا البنك المركزي البريطاني السماح لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بالسحب من مخزون بلاده من الذهب لدى البنك البريطاني، الأمر الذي شكل ضربة أخرى للرئيس الفنزويلي في محاولة منه لإنقاذ سلطته. وعنون موقع CNN: بنك إنجلترا يمنع رئيس فنزويلا من سحب ذهب بمليار ومئتي مليون دولار، فما السبب؟ ونقل التقرير عن مصادر على صلة بالموضوع دون أن يذكر أسمائهم أن الذهب يمثل جزءا هاما من احتياطي العملات الأجنبية البالغ 8 مليارات دولار الذي يحتفظ به البنك المركزي الفنزويلي. وجاء هذا التحرك من قبل بنك إنجلترا بعد أن حث مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية الحكومة البريطانية على المساعدة في منع تحويل الأموال والأصول المملوكة لفنزويلا في الخارج إلى حكومة مادور، وبدلا من ذلك توجيهها إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وضمت المملكة المتحدة السبت إلى الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الأخرى للاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد إذا لم يتم إجراء انتخابات جديدة خلال الأيام 8 القادمة. وقال وزير الدولة البريطاني آلان دانكن: إننا نقف جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في القول بأن الجمعية الوطنية ورئيسها خوان غوايدو في وضع أفضل لقيادة فنزويلا لاستعادة ديمقراطيتها واقتصادها وحريتها. وفي بيان له قال البنك إنه يقدم خدمات حفظ الذهب لعدد كبير من العملاء، وفي جميع عمليات البنك يطبق البنك أعلى معايير إدارة المخاطر ويلتزم بكل التشريعات ذات الصلة بما في ذلك العقوبات المالية المطبقة. نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا لجيني كيربي تتناول فيه تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أسعار المواد الغذائية. وقالت كاتبة المقال إن البريكست قد يؤدي إلى إصابة العديد من الأشخاص بالسكتة القلبية والجلطات الدماغية بسبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في البلاد، وذلك بحسب دراسة أجرتها جامعة إمبريال كوليدج في لندن وجامعة ليفربول. وأضافت أن التوصل لأي اتفاق تكون في بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضار والفواكه بما يقلل من نسبة استهلاك المواطن البريطاني لهذه المواد بسبب غلاء سعرها. وتابعت بالقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيكون الأسوأ، إذ قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 12 ألف شخص بين عامي 2021 و2030. نظرا لأهمية المقال الذي كتبه ريتشارد هاس تحت عنوان كيف ينتهي نظام عالمي وما الذي يأتي في أعقابه، نواصل نشر مقتطفات من المقال الذي تعيد الغد نشره. وقال كاتب: تبدو البدائل عن نظام عالمي محدث ومدعوم من الولايات المتحدة غير مرشحة أو غير جذابة أو كلا الأمرين. وعلى سبيل المثال سوف يكون نظام بقيادة صينية واحدا غير ليبرالي موسوم بالنظم السياسية المحلية الاستبدادية واقتصادية الدولة التي تفرض ضريبة على حفظ الاستقرار المحلي. وسوف تكون هناك عودة إلى مناطق النفوذ حيث تحاول الصين الهيمنة على إقليمها، فيما يرجح أن يسفر عن صدامات مع القوى الإقليمية الأخرى مثل الهند واليابان وفيتنام التي ربما تعمد إلى مضاعفة بناء قوتها العسكرية التقليدية أو حتى النووية. وسوف يكون نظام ديمقراطي جديد من طراز قائم على القواعد والذي تقوده القوى المتوسطة في أوروبا وآسيا بالإضافة إلى كندا، مهما كان مفهومه جذابا مفتقرا ببساطة إلى القدرة العسكرية والإرادة السياسية المحلية ليقطع شوطا بعيدا بما يكفي. وسوف يكون أحد البدائل الأكثر احتمالا هو عالم مع القليل من النظام، عالم مرسوم بفوضى أعمق، وسوف تكسب الحمائية والقومية والشعبية بينما ستخسر الديمقراطية، وسيصبح الصراع داخل الحدود
وعبرها أكثر شيوعاً، وسوف تزداد المنافسة بين القوى العظمى، وسيتعرض التعاون في مواجهة التحديات العالمية إلى الإعاقة. وإذا بدت هذه الصورة مألوفة فذلك لأنها تستجيب بإطراد لكيفيات العالم كما هو اليوم. يمكن لتدهور نظام عالمي أن يضع قيد الحركة اتجاهات تنذر بالكارثة، وقد امتلعت الحرب العالمية الأولى بعد نحو 60 عاماً من توافق أوروبا، واندلعت بكل ما ينطوي عليه ذلك من المقاصد والأغراض في منطقة القرم، ويشبه ما نشهده اليوم أوساط القرن 19 بطرق كثيرة. إن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما بعد الحرب الباردة، لا تمكن استعادته، لكن العالم لم يصل بعد إلى حافة مواجهة أزمة منهجية، وقد حان الوقت الآن للتأكد من أن لا تتحقق مثل هذه الأزمة، سواء كان ذلك نتيجة انهيار في العلاقات الأمريكية الصينية، أو صدام مع روسيا، أو اندلاع حريق في الشرق الأوسط، أو التأثيرات المتراكمة لتغير المناخ. أجمل صور الأسبوع كما نشرتها صحيفة الغارديا البريطانية، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. ماذا تقول لنا الريش اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نصل إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. في الغد حلقة جديدة، في أمان الله.